قال كعب بن زهير: فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافنة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد ألا أن يكون له من النبي بإذن الله تنويل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلوله.